دور خبيث ومكشوف هو جديد نظام ميليشيا أسد الساعي لتفجير بركان داخل لبنان ضد اللاجئين السوريين. فبينما كان يعتقد البعض أن العنصريين المحتمين بغطاء بعض الأحزاب اللبنانية هم فقط من يقف وراء حملات التحريض ضد السوريين، كان حزب البعث التابع لأسد يتمدد أكثر داخل لبنان عبر افتتاحه مكاتب بعثية جديدة وتسليمها لشخصيات مخابراتية تم شحنها إلى لبنان تزامناً مع موجات نزوح لسوريين كانوا قد قرروا الهروب من مناطق سيطرته بعد تردي واقعهم المعيشي والاقتصادي. فما الذي يسعى إليه النظام من وراء تحركاته المخابراتية؟ أم إن كل غاياته اليوم هي البحث عن مخرج لأزماته الداخلية التي بات عاجزاً عن حلها؟ ولا نتكلم هنا طبعاً عن اقتصاده المنهار ولا حتى عن أسباب معيشية كما ادعى ذلك في مقابلته الأخيرة مع وسائل إعلام صينية، بل نتحدث عن مأزقه السياسي في محافظتين السويداء ودير الزور، والتي على إثرهما شهدنا توتراً غير مسبوق في علاقته مع دول الجوار كالأردن الذي يصر على إغراقه بالمخدرات، وفي لبنان الذي يعمل على تفجيره من الداخل من بوابة التحريض على اللاجئين وبالتعاون والتنسيق مع حزب الله وميليشياته المسيطرة على الحدود. اللافت أن تسارع وتيرة عمل مخابرات أسد في لبنان جاءت متماهية مع حملات منظمة لبعض العنصريين اللبنانيين وسياسيين يعملون ليل نهار على تصدير خطاب عام عن وضع كارثي وصلت إليه بلادهم وتهديدات يتعرض لها على صعيد التغيير الديموغرافي وخطر على الهوية بذريعة تحملهم أعباء وجود اللاجئين السوريين. المفارقة أن كل ذلك يحدث رغم أن نظام أسد لا يريد أصلاً عودة اللاجئين، فهل هي من جملة أساليب الضغط على الدول العربية كي يرضخوا لشروطه مقابل قبوله بإعادة اللاجئين؟ من سيحمي اللاجئين السوريين من حملات التحريض التي ركب موجتها أسد وأذنابه البعثيون؟ وأين هو دور القانون والمنظمات الدولية؟ هاي دي هلأ مباشرة يا شباب عم بولعوا المحسكات تعول السوريين